مع حضرتك في لقاءاتنا، ومعي واحد من نجوم المباراة النهاردة طبعا الكابتن محمد طارق خيري. محمد طبعا في البداية برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز أبارك لك طبعا النهاردة، يعني ما شاء الله أداء متميز، أداء قوي منك النهاردة أمام نادي الاتحاد. برحب بيكي وشكرا يعني على الكلمتين الحلوين دول. يعني النهارده كان اول ماتش في السيمي فاينل، الحمد لله قدرنا نكسبه يعني بفرق سكور. اول ماتش كان يعني السكور بيروح وبيجي، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الماتش ونكسب الماتش. شايف المباراه النهارده ازاي؟ وكابتن طارق او كابتن محمد اشرف توفيق طبعا اتكلم معاكم في ايه قبل المباراه؟ طبعا اتكلم طبعا على كل لعيب فيهم، كل واحد بيعمل ايه واهميته، عشان يعني كابتن محمد برده من الناس اللي هو ما بيحبش يسيب يعني تفصيل عن اللعيب، لا بيقول كل حاجه عن اللعيب وننزل ننفذها. بس ده اللي نعمله. طبعا ببارك لك، وبالتاكيد المباراه الاهم ان شاء الله يوم الخميس. الله يبارك فيك ان شاء الله. ازيك يا كابتن محمد؟ طبعا مستمرين معاك برده يا كابتن هيثم في لقاءاتنا.